أشاد أعضاء اللجنة التنسيقية في بلد بمتابعة محافظ صلاح الدين للشؤون الإدارية والخدمية في القضاء بالشكل الذي يلبي احتياجات أهلها. الزميل عبد الجبار مهدي والتقرير التالي. ترحيب من قبل السيد محافظ صلاح الدين المهندس عمار جبر خليل باللجنة التنسيقية لمعتصمي قضاء بلد لاختيار قائم مقام قضاء بلد الجديد حسب السياقات القانونية وإيجاد الحلول لمتابعة الأعمال والمشاريع. أكد محافظ صلاح الدين من خلال اللقاء معه ضمن اللجنة التنسيقية على الحفاظ على السلم المجتمعي وأيضا معالجة المشاكل المتردية من سنة 2003 إلى حد هذا التاريخ. نحن نتأمل منه خيرا إن شاء الله، وهو الأب للجميع. نلتمس منه أنه الإسراع في اختيار القائم المقام إن شاء الله الجديد ضمن الأطر القانونية. السيد محافظ صلاح الدين مشكورا رحب بأعضاء اللجنة التنسيقية. طبعا كان طلب التنسيقية بأنه اختيار القائم مقام حسب المواصفات القانونية التي تخدم قضاء بلد. طبعا السيد محافظ صلاح الدين أكد على أنه سيتم اختيار منصب قائم مقام حسب الأمور القانونية، بعيدا عن الوساطات العشائرية وبعيدا عن الوساطات السياسية وكل الضغوطات. وأكد السيد المحافظ صلاح الدين بأنه سيتدخل شخصيا في ملفات قضاء بلد، وسيخصص يوم من أيام الأسبوع لغرض متابعة الأعمال والمشاريع المتلكئة في القضاء. أعضاء الهيئة التنسيقية أثنوا على دور السيد محافظ صلاح الدين للاستماع والترحيب لأبرز نقاط التنسيقية والإسراع باختيار الشخص الأنسب والأكفأ لتولي منصب رئيس الوحدة الإدارية للمدينة، مما طمأن السيد محافظ صلاح الدين على وقوفه مع المطالب المشروعة لأهالي بلد، مشددا على أهمية اختيار شخصية كفوءة وقادرة على إدارة القضاء بالمرحلة المقبلة. أعضاء اللجنة التنسيقية التقت مع المحافظ، وأكد المحافظ على ضرورة العمل الجاد بالمدينة، خصوصا بعد ما قال أني لي يوما كاملا كل أسبوع ألتقي بمدينة بلد وأجهز الأمور كاملة. اليوم احنا الصدد الأكبر هو اختيار القائم مقام، أكيد راح يكون شيء كله قانوني، وأكيد بعيدا عن كل المحسوبيات من الشيوخ مثلا من الاهالي من السياسيين من الاحزاب، كلها بعيدا عن شيء، كل شيء طرق قانونيه. اكيد هذا هو يساهم على نهوض بهاي المدينه. المحافظ بدوره بعد ان توجه الى بيوت اهالي بلده وجلس مع المعتصمين وجلس مع اللجنه وشاهد بام عينه مدى الحاجه الكبيره للتغيير في الاداره المحليه لقضاء بلد، توجه بالاوراق وبالمطالب التي رفعت من قبل اللجنه التنسيقيه للاعتصامات، وتوجه مشكورا بعد توجهه الى مدينه بلد سابقا الى الحكومه المركزيه من اجل وضع حل حقيقي واختيار شخص مناسب فعلا. جهود حثيثة بذلها السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل من أجل حسم منصب قائم مقام قضاء بلد والاستماع إلى مطالب المعتصمين من أبناء المدينة، والتي أكدت على تحسين واقع الخدمات. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.